تجربة غريبة جداً أظهرت نتائجها الآثار المرعبة لعدم نوم البشر لمدة 15 يوم متواصلة، تجربة النوم الروسية. معكم خالد من قناة علم الأساطير، ونبدأ في الفيديو. تمت التجربة في أواخر الأربعينات من قبل جيش الاتحاد السوفيتي على 5 مساجين حرب. أدخلوا المساجين 5 في مكان مغلق، وفروا لهم كتب وفرش للنوم وماء وطعام يكفيهم 5 لمدة شهر كامل. وسيلة التواصل معهم هي ميكروفونات ونافذة زجاجية بحجم 5 إنشات فقط، وما في أي وسيلة مراقبة أخرى، لأن في هذيك الفترة ما تواجدت كاميرات المراقبة بعد. وأهم شيء الغاز اللي بيضخوه داخل هذا المكان المغلق واللي بيمنعهم من النوم، ولكن بيكون بكميات مقننة لأن كثرته قد تؤدي للتسمم. وقالوا لهم لو استطعتوا أنكم ما تناموا لمدة 30 يوم بنطلق سراحكم. بدأت التجربة وكان الوضع طبيعي، وبدأ المساجين يتحدثوا عن المآسي والمصائب اللي حدثت لهم في الماضي، وهذا كان الوضع لين اليوم 3. وفي اليوم 4 صارت أحاديثهم تميل لجانب أكثر سوداوية، وفي اليوم 5 بدأوا في الشكوى من الأحداث والظروف اللي وصلتهم لحالتهم اللي هم فيها، وبدأت تظهر فيهم حالة جنون العظمة بصورة غريبة. وقفت أحاديثهم مع بعضهم البعض، وصار كل واحد فيهم يروح ويهمس بصوت خافت في الميكروفونات المثبتة داخل غرفهم، ويحاول إنه ينال ثقة المسؤولين عن التجارب عن طريق فضح وكشف أسرار الأربعة المتواجدين معاه وتسليمه لهم. وكان اعتقاد مسؤولين التجارب أن هذا التصرف بسبب تأثير الغاز عليهم. بعد 9 أيام بدأ أحد المساجين بالجري في الغرفة والصراخ بطريقة هستيرية لمدة 3 ساعات متواصلة، وبعدها فقد القدرة على الصراخ وصار يصدر صوت صرير، والسبب تمزق أحبالها الصوتية بسبب الصراخ الهستيري. الغريب أن الأربع مساجين اللي معاه ما كان عندهم أي ردة فعل تجاهه، واستمروا في الهمس على الميكروفونات. وبعدها بدأ واحد من الأربعة أيضا بالصراخ، وقام الاثنين اللي مو قاعدين يصرخوا بتمزيق الكتب وتلطيخها بقاذوراتهم أعزكم الله، وتغطية النوافذ الزجاجية فيها وحجب الرؤية. وفجأة سكتت كل الأصوات وسكت الهمس بصورة غريبة. بسبب الأوراق اللي على النوافذ انعدمت الرؤية، وصارت الوسيلة الوحيدة لمراقبتهم هي عن طريق سماعهم باستخدام الميكروفونات، ولكن ما في أي أصوات قاعدة تصدر من الداخل. اعتقد المسؤولين عن التجربة أن الميكروفونات فيها عطل، لأنه من المستحيل عدم صدور أي صوت من 5 أشخاص متواجدين في مكان واحد. قرر مسؤولي التجربة أنهم يدخلوا داخل الغرفة ويشوفوا إيش اللي صاير عليهم ويفحصوا الميكروفونات. قبل دخولهم شغلوا الميكروفونات اللي تخلي أصواتهم توصل للداخل، وقالوا ابتعدوا عن الباب وانبطحوا على الأرض وإلا سيتم إطلاق النار عليكم، ولو انصعتوا للأوامر سيتم تحرير واحد فيكم. فصدر صوت من الداخل وقال لم نعد نريد الحرية. انصدم الباحثين والمسؤولين العسكريين من هذا الأمر، وقرروا أنهم يفتحوا الباب ويدخلوا ويشوفوا إيش اللي صار. تم سحب الغاز من الغرفة وتبديله بهواء نقي استعداداً لاقتحام الغرفة. وأول ما تم سحب الغاز جاءت 3 أصوات على الميكروفونات وقعدت تترجى أنهم يرجعوا الغاز. اقتحم الجنود الغرفة وصدموا بمنظر مفزع جدا. واحد من المساجين الأربعة ميت، وأجزاء لحم صدره وأفخاذه ممزقة ومحشورة في فتحات تصريف المياه. والأربعة الآخرين على قيد الحياة، ولكن أيضا أجزاء كبيرة من العضلات والجلد ممزقة.
وأظهر الفحص أن كل هذا التمزيق كان باستخدام الأيادي وليس عن طريق الأسنان. والصادم أن كل واحد فيهم مزق لحمه بنفسه. مزق السجناء الأربع لحم البطن اللي موجود أسفل القفص الصدري، وأصبح القلب والرئة والجهاز الهضمي مكشوف. واكتشف الباحثين ومسؤولي التجربة أن اللي قاعدين يهضموه هي لحومهم نفسها، قاعدين يأكلوا في أنفسهم. بهذه الحالة الغريبة قاوم السجناء الأربع بشراسة بسبب عدم رغبتهم في الخروج، ونتيجة لهذه المقاومة تم اقتلاع حنجرة أحد الجنود مما أدى إلى وفاته على الفور، وتم إصابة آخر إصابات بليغة، وتم تمزيق أحد شرايين أفخاذه. أثناء المقاومة أحد السجناء تمزق طحاله وقاعد ينزف بغزارة، فقام الأطباء اللي كانوا مع الجنود بحقنه بحقنة مخدرة بكمية تزيد بعشر أضعاف، ولكن ما في أي فائدة، وظل يقاوم وكسر يد وضلع أحد الأطباء. وبعد النزيف الشديد استمر قلبه بالنبض لمدة دقيقتين، وكان يقاوم ويقول المزيد لين ما سكت ومات. تم السيطرة على الثلاث الباقين وتم نقلهم لمنشأة طبية. أحد الثلاثة كان ممزق بشكل زائد وعنده أعضاء ممزقة، فقرروا أنهم يجروا لها عملية ويعيدوا أعضاءه لمكانها، ولكنها أيضا منيع ضد التخدير. قاوم بشكل عنيف وتم إعطائه جرعات زائدة من المخدر، وأول ما بدأ يغمض عينيه بسبب تأثير المخدر توقف قلبه عن العمل. أحد الباقين اللي هو كان أول واحد بدأ بالصراخ وفقد أحباله الصوتية، بدأوا بإجراء عملية له لتغطية أجزائه الممزقة. أحضروا غاز التخدير عشان يجروا العملية، ولما شافه هز راسه بالرفض، فاقترح أحد الأطباء إجراء العملية بدون تخدير، ولما سمع السجين هذا الكلام هز راسه بالموافقة. استمرت العملية بدون تخدير لمدة 6 ساعات، وكان السجين ساكن في مكانه. قال الجراح إنه من المستحيل على أي شخص بهذه الحالة إنه يظل على قيد الحياة، وقالت إحدى الممرضات اللي كانت مشاركة في العملية إنه أثناء العملية كان السجين قاعد يبتسم كل ما لاقت عينها عينه. انتهت العملية، وبعد انتهائها قعد السجين يصدر صوت ويحاول يقول شيء، فقدموا له ورقة وقلم وكانت رسالته استمر في التقطيع. تمت العمليات للاثنين، وبمجرد ما انهم استطاعوا انهم يتكلموا طلبوا الغاز، وايضا تم سؤالهم من قبل الباحثين ليش اذيتوا انفسكم، ليش قطعتوا اجسادكم، وليش قاعدين تطلبوا الغاز، وكان الجواب يجب ان اظل مستيقظا. تم إرجاعهم لغرفة الحجز، وتم اتخاذ القرار بأنه يتم التخلص منهم بسبب فشل التجربة، ولكن أراد أحد العملاء السابقين في المخابرات السوفيتية أنه يعرف إيش اللي بيصير لو تم تزويدهم بالغاز مرة أخرى. رفض الباحثين الأمر، ولكنه كان فوق سلطتهم، وأمر العميل بإغلاق الغرفة وفي داخلها 3 من الباحثين معهم. وأول ما سمع أحد الباحثين هذا الأمر سحب سلاحه على طول وأطلق على العميل رصاصة في نص راسه وقتله، وأصاب السجين اللي تقطعت أحباله وقضى عليه، وصوب السلاح على آخر سجين وقال لن أكون محبوسا هنا مع هذا الشيء، وسأله وقال له من أنت؟ يجب أن أعلم. ابتسم الأخير وقال هل نسيت بهذه السهولة؟ نحن أنتم، نحن الجنون الذي يكمن في داخلكم، نتوسل أن نكون أحرارا في كل لحظة في أعماق عقولكم الحيوانية، نحن ما تختبئون منه في أسرتكم كل ليلة، نحن ما تهدئوه في صمت وشلل عندما تذهب إلى الملاذ الليلي حيث لا يمكننا السير. اتوقف الباحث عن الحركة وصوب سلاحه نحو قلب هذا الشيء وأطلق النار.
وقال هذا الشيء قبل موته: أوشكت أن أكون حراً. واللي نسى اللايك يحط لايك ويشترك في القناة. وهذا الفيديو إهداء ليوسف منصور، وفي أمان الله.